من جديد تأتي شركة سامسونج لتثبت أنها الأفضل بين جميع الشركات، حيث تسعى من خلال هواتفها الجديدة في سلسلة A إلى إثبات ذلك، حيث أنها أطلقت جهازها الجديد سامسونج جالكسي A50 والذي سنقدم تفاصيله بالكامل. ويأتي هذا الهاتف مع بعض خواص مميزة سلسلة S10 ولكن بسعر أرخص، فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج جالكسي A50 وما هي مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا. مواصفات موبايل سامسونج جالكسي A50. يأتي الهاتف بسمك 7.7 ملم. يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانو سيم. يدعم الهاتف شبكات الاتصال بالداية من الجيل الثاني إلى الجيل الرابع. لا يوجد حماية من الماء والأتربة. متانة وجودة تصنيع الهاتف من البلاستيك بشكل الزجاج اللامع، حيث تستخدم تقنية 3D Glass ليعطي شعور أفضل بمتانة شكل الهاتف. الشاشة تأتي بشكل النوتش Infinity U من نوع سبر أموليد، وتأتي الشاشة بمساحة 6.4 إنش بجودة Full HD Plus بدقة 2340x1080 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 403 بكسل لكل إنش، وتقدم الشاشة أبعاد عرض بنسبة 19.5:9، وتحتل الشاشة من الواجهة الأمامية للهاتف بنسبة 84.9%، والشاشة عليها حماية. الهاتف يأتي بمعالج من شركة سامسونج نفسها من نوع Exynos 9610 أوكتا بتقنية 10 نانو، وهو معالج جديد من سامسونج نتوقع منه أداء ممتاز، ويتفوق معالج السامسونج على معالج سناب دراجون 660 بفارق بسيط، مع استهلاك بطارية أفضل في معالج السامسونج لأن التكنولوجيا هي 10 نانو. المعالج الرسومي يأتي من نوع مالي جي 72 MP3 وهو نفس المعالج الرسومي المعتاد في الفئة المتوسطة من سامسونج، وهو صاحب أداء مميز ويقوم بتشغيل ببجي على إعدادات هاي اتش دي بدون مشاكل. يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت بمنفذ متخصص. الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7F وهي الكاميرا الأساسية، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2F وهي الخاصة بتصوير الوايد أنجل، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2F للتصوير البورترية والعزل، إضافة إلى فلاش خلفي من نوع ليد. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0F والكاميرا الأمامية تدعم عمل البورترية أيضا. الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بالكاميرا الخلفية بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما تدعم الكاميرات خاصية الـ ER Emoji وSlow Emotion مثل هواتفها الرائدة. يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء التحدث أو التسجيل أو التصوير أو استخدام الهاتف بصفة عامة، وستجده في أعلى الهاتف. الهاتف يدعم الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس بأحدث الإصدارات المتوفرة حتى الآن. منفذ اليو اس بي يأتي بالنوع الأحدث، حيث يأتي من نوع تايب سي بإصدار 2.0. الهاتف يدعم منفذ 3.5 الخاص بسماعات الرأس لاستخدام السماعات التقليدية، ويأتي في أسفل الهاتف. يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة ليكون أول هاتف في سلسلة الأي يدعم ذلك، وهي تقنية قريبة جدا من هاتف S10 ولكنها للأسف لا تعمل بالموجود فوق الصوتية مثل S10، وبالتالي فهي بطيئة في الاستجابة ولكنها مقبولة بالنسبة لسعر الهاتف. كما يدعم الهاتف خاصية الفيس أنلوك. كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والضوء والبوصلة والجيروسكوب. البطارية تأتي بسعة 4000 ملي أمبير، والبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. الهاتف يأتي بأحدث نظام تشغيل أندرويد باي مع واجهة سامسونج ون يو آي، والتي ستجدها في هواتف S10 الجديدة. يدعم تشغيل الراديو FM. يدعم نسختين من برامج التواصل الاجتماعي. يتوفر الهاتف بأكثر من لون، حيث توفر بعدة ألوان وهي اللون الأسود واللون الأزرق واللون الأبيض واللون البرتقالي. مميزات هاتف سامسونج جالكسي A50.
يمكنك استخدام شريحتي الاتصال وكرت الذاكرة الخارجية في وقت واحد. صوت الهاتف عالي ومسموع. شاشة نوتش من نوع سوبر أموليد تقدم أداء ممتاز، فهي تقدم كثافة بكسلات أكثر من 400 بكسل لكل إنش، ولكن كنا نطمح لاستخدام الثقب بدلا من النوتش. أول هاتف في سلسلة الـ A ببصمة مدمجة في الشاشة وتعمل بشكل متوسط، ليست بنفس مستشعر البصمة التقليدي ولكنها للأسف بطيئة في الاستجابة. يسهل حمل واستخدام الهاتف بسبب انحناء الجوانب في الخلف بصورة جيدة. يتم شحن البطارية بالكامل خلال ساعتين فقط بسبب منفذ USB Type-C وتقنية الشحن السريع. الكاميرا الأمامية تقدم أداء مميز في وضع التصوير العادي والعزل. أحدث نظام تشغيل مع أحدث واجهة فهو نفس نظام الموجود في سلسلة هواتف S10. عيوب هاتف سامسونج جلاكسي A50 لا يدعم لمبة إشعارات، ولكن يعوض عن ذلك وجود خاصية الـ Always On Display. الهاتف معرض للتبصيم والخدش بسهولة بسبب قدومه من بلاستيك. لا يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K. البصمة تحت الشاشة ليست عملية وليست الأسرع، ولكن لا بأس بها في هذه الفئة السعرية. محتويات علبة هاتف سامسونج جلاكسي A50 هي الهاتف وملصق عليه لاصقة حماية، رأس الشاحن بقوة 15 واط، سلك الـ USB من نوع C، سماعات الرأس بمنفذ 3.5، كتيب التعليمات والضمان، جراب ظهر شفاف، دبوس معدني فتح منفذ شريحة الاتصال وكرت الذاكرة الخارجية. سعر هاتف سامسونج جلاكسي A50 على السعر العالمي بين $300 و$320. We'll be right back.